بسم الله الرحمن الرحيم. قبل شوي نزل تحديث للآيفون اللي يحمل الرقم 18.1. طبعا جاء فيه ميزة تسجيل المكالمات. تسجيل المكالمات تكلمت عنها في فيديو سابق، الآن أصبحت مدعومة، فالآن إذا جيت تعملت مكالمة فراح يظهر لك أيقونة تسجيل المكالمات. وأيضا مميزات الذكاء الصناعي للناس اللي معهم الآيفون 16 والآيفون 15 برو، لكن أيضا في مميزات نزلت لكل الآيفونات اللي تقدر تحدث إلى هذا الإصدار. في هذا الفيديو راح أركز على المميزات اللي موجودة في هذا التحديث. طبعا الآن لو جينا دخلنا على عام وبعدين حول، فهذا الرقم اللي هو 18.1، فتأكد أنك محدث له عشان تظهر لك كل المميزات اللي راح أتكلم عنها في هذا الفيديو. أول ميزة أنا عجبتني هي في مركز التحكم. فالآن لو رحت إلى مركز التحكم فتقدر الآن تضيف أيقونات للواي فاي والإير دروب، فعلى سبيل المثال تقدر تفعله وتلغيه من هنا، البلوتوث نفس الشيء، في بي إل لو كان عندك، أيضا اللي هو القياس، ففي هذا الليفل إذا حركت الجوال وحبيت أنك تشوف مستوى السطح، وأيضا لو حبيت أنك تقيس حاجة فالآن في لها أشياء في مركز التحكم. طبعا أنت عشان تضيفها كل اللي عليك أنك أنت تيجي تستمر بالضغط في أي منطقة فارغة، تضغط على إضافة عنصر تحكم. فلو رحت الاتصال فراح تلاحظ كل هذه موجودة الآن، وأيضا لو جيت نزلت تحت وبحثت عن قياس أو القياس فراح يطلع لك هنا القياس ومسطح. فهذه الآن كلها أشياء جديدة موجودة في مركز التحكم وتقدر أنك أنت تضيفها. الميزة الثانية المهمة اللي أنا عجبتني أنه الآن لو أنت جيت غيرت في مركز التحكم أضفت أيقونات وتبغى ترجعه للوضعية الأولى أو اللي هو الديفولت أو الوضعية الافتراضية، فتقدر الآن تعملها، تروح للإعدادات وبعدين تروح إلى مركز التحكم، فمن هنا مركز التحكم وبعدين إعادة تعيين مركز التحكم. فلما تختار إعادة تعيين وترجع إلى مركز التحكم مرة ثانية فالآن رجع إلى الوضع اللي كان عليه لو أنت اشتريت آيفون جديد أو لو أنك أنت محمل نظام الآيOS 18. وبالكلام عن مركز التحكم فالآن في اختصار جديد. فالآن لو رحنا إلى الاختصارات فلو بحثت الآن عن أو حبيت أني أعمل اختصار جديد، فمن ضمن الإجراءات اللي موجودة الآن مركز التحكم اللي هو إظهار مركز التحكم، فتقدر أنه تختار لإظهار أو إخفاء أو تبديل. الميزة الجميلة أنه الآن بعد ما تجي تعمل هذا تقدر أنك أنت تضيفها إلى الشاشة الرئيسية فتعملها اختصار جديد، تقدر تغير اسمها. فالآن بضغط على إضافة، فالآن في مثلا هنا إظهار مركز التحكم عندي، أنا هذا عامله من قبل، فمجرد أضغط عليه فراح يظهر لي مركز التحكم. طبعا هذه تنفع للناس اللي معهم جوالات كبيرة، فبدل ما يروح إلى أعلى الشاشة يقدر يعمل له اختصار يحطه هنا وبالضغط عليه يظهر له مركز التحكم. من المزايا أيضا اللي أضافوها في الكيبورد، فالآن الإيموجي بنلاحظ أنها أكبر من السابق وفي مسافات بينها أكثر من اللي موجودة قبل. أيضا من المميزات أنه الآن تقدر أنك أنت تعمل ستيكر من داخل الكيبورد. فعلى سبيل المثال لما اجي اضغط هنا على ايقونات ستيكرز او مثلا اروح هنا الى الميموجي واضغط على الثلاث نقاط هذه، فالان اقدر اعمل ميموجي جديد، اقدر اني اختار هنا ميموجي جديد واعمله من داخل الكيبورد بدون ما اروح للاعدادات. من التغييرات ايضا انهم غيروا الهيستوري او فلو جينا ضغطنا على الثلاث خطوط اللي موجودة هنا فراح يظهر لك هنا السجل. ففي السابق كان يظهر كشاشة جانبية، الآن يظهر لك من تحت، وطبعا تقدر تحذف أي واحدة بأنك تسحبها وتقدر تختار مسح كامل السجل بضغطة واحدة. فالآن غيروا مكان، أول كان يظهر من اليمين الآن أصبح يظهر من الخلف، وهذا الوضع أحسن على أساس أنك إذا خلصت ممكن تسحبها على تحت. من المميزات ايضا انه الان لو رحت الى مركز الاشعارات فراح تلاحظ انه يظهر لك عدد الاشعارات جنب كل تطبيق. فمثلا هنا ما في عندي للرسائل، لكن مثلا هنا من تطبيق مثلا ثريدز راح يعطيك الرقم وغيرها، فالان تظهر لك الارقام او عدد الاشعارات في مركز الاشعارات. من ضمن المزايا ايضا وهذه موجوده في الايفون 16 انك انت الان تقدر تعمل ريستور او اعاده تحميل للنظام كامل للايفون 16 من ايفون 16 ثاني. في السابق كان لما يخرب الايفون وتحتاج انك انت تعمل له ريستور او يعني فرمته واعاده تحميل للتطبيقات او للنظام،
فكان لازم تعمله عن طريق الكمبيوتر. الآن في الآيفون 16 تقدر أنك أنت تعمله من آيفون ثاني. ما شفت عليها فيديوهات الصراحة كثيرة، لكن اللي أنا أتوقع أنه لازم يكون الآيفونين 16 على أساس أنك أنت تقدر تعملها، وأتوقع في لها اشتراطات مثل يكون في مساحة فارغة أيضا في الآيفون اللي بتعمل منه ريستور. فهذه الميزة الآن متوفرة بحيث أنه ما تحتاج الكمبيوتر حتى في عملية الريستور. من ضمن التغييرات، لو كان عندك شريحتين فالآن اسم الشريحة راح يظهر لك في الأعلى هنا، وطبعا لما تيجي تختار ما بينهم، فأنا عندي شريحتين هنا فأقدر أني أغير ما بينهم بكل سهولة، والكانت تظهر في المنتصف الآن أصبحت على اليسار. طبعا هذه أهم المزايا اللي موجودة في نظام iOS 18.1 بالإضافة لتسجيل المكالمات. راح أحط لكم رابط الفيديو أيضا في نهاية هذه السنابات اللي حاب أن يتعرف عليها بكل تفاصيلها. فاللي حاب نوهله أنه ميزة تسجيل المكالمات الآن أصبحت متوفرة، سواء للمكالمات العادية أو مكالمات الفيس تايم، كلها تقدر أنك أنت تسجل المكالمات فيها. فهذه كل الميزات اللي لها اللي موجودة في كل أجهزة اللي تكبر التحديث هذا 18.1. بالنسبة زي ما ذكرت في البداية، الآيفون 16 والآيفون 15 برو في ميزات للذكاء الاصطناعي حصرية عليه. طبعا ميزات الذكاء الاصطناعي عيبها حتى الآن أنها ما تدعم إلا اللغة الإنجليزية فقط. وفي الـ 18.2 أضافوا اللي هو ميزة أنك أنت تضيف اللي هو تشات جي بي تي والتواصل مع تشات جي بي تي، راح أتكلم عنها في فيديو قادم. فهذه كل الميزات حبيت أن أوضحها للناس اللي ما عندهم الآيفون 15 والآيفون 16، فكل هذه الميزات اللي أنا ذكرتها راح تكون متوفرة لهم. هذا اللي حبيت أوضحه اليوم، يعطيكم العافية ونشوف إن شاء الله مع فيديو قادم.